نروح بقى للجمال، وعايزين نقول لكم ان كل سنه مجله بيبول الامريكيه بتعمل استفتاء كبير جدا حوالين اجمل امراه في العالم. طبعا في ناس كتير بتعترض على الموضوع ده او على الفكره عامه لاسباب كتيره، منها ان الجمال شيء نسبي وبيختلف من شخص لاخر، يعني المقاييس بتاعته هي مش ثابته. طيب في بقى يعني زي ما قلنا في بيختلف من شخص للتاني، لكن الموضوع ان خلينا نقول ان الجمال اللي احنا هنشوفه معاكم دلوقتي هو واحد بيشوف من زاويه معينه للجمال بعينيه. طيب المجله كمان مجله بيبل الامريكيه بتقول ان هي بتعتمد بس على فكره الجمال الخارجي والشهره والنجاح، وعشان كده الاستفتاء اللي اتعمل ده دايما بتكسبه واحده من طبعا نجمات السينما ومش ملكات مش ملكه او مش ملكات جمال. السنه دي الحقيقه اختاروا النجمه الامريكيه جوليا روبرتس، وعشان بتفوز طبعا بلقب اجمل امراه في العالم، ودي هتكون للمره الخامسه في تاريخها. طيب زي ما قلنا رغم اعتراضات ناس كتير جدا على فكرة الجايزة نفسها، لكن فوز جوليا روبرتس كان بيوصل رسالة لكل الستات في العالم بأن الجمال يا جماعة هو ملهوش أي سن، يعني مفيش سن معين عشان نقدر نقول أنت حلوة أو وحشة، تقدري تحافظي على نفسك وعلى شبابك وعلى حلاوتك زيها بالظبط كده، وفعلا تقتنعي بالشعار اللي دايما بترفعه هي أن أجمل سنين العمر هي اللي لسه ما عشناهاش، وده يمكن حاجة بوزيتيف انرجي كده أن هي دي جملتها على طول. وإحنا كمان من هنا بنقول لكم أن فعلا أجمل حاجة، يعني دايما الناس تقول ان كل حاجة حلوة عدت هي ما بترجعش تاني، لا لسه في حاجات حلوة كتير جاية ولسه ما عشناهاش. هيجي امتى طيب؟ جاي في الطريق. امتى اليوم؟ الطريق زحمة مستنين. بس شوية. ايوه صح، بيقول لك هنقول لكم كمان شوية يعني يخرم ويجي منين. طيب عايزة اقول لكم كمان ان الصدفة ان جوليا روبرتس حققت شهرة عالمية بعد فيلمها طبعا الشهير بريتي وومن، وهي هتكمل الحقيقه 50 سنه. بصي هو ده الجمال بقى والحلاوه، هتكمل 50 سنه في اكتوبر اللي جاي ان شاء الله، واول مره بقى فازت بلقب اجمل امراه في العالم، ده كان سنه 1991، يعني تقريبا في كان في مرحلها العمريه، في كل مرحله من مراحلها العمريه هي كانت بتفوز الحقيقه بلقب اجمل امراه طبعا، وده بيمثل المقياس المثالي للجمال على الأقل من وجهة نظر الحقيقة الستات في أمريكا وفي أوروبا.